اسمحوا لي ضيفي الكريمين ايضا ان نرحب معنا بضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي يحيى. سيد علي مساء الخير، اهلا وسهلا بك، ارجو ان تكون تسمعني الان. سيد علي، يعني هناك انباء كثيره تتحدث عن تقارب في وجهات النظر في هذا الوقت تحديدا، والمحادثات التي يجريها هوكستين الآن مع الأطراف اللبنانية، مسألة الحدود، مسألة حق الدفاع عن النفس ورد الاعتداء وما إلى ذلك، هل وصلك أخبار جديدة بشأن التقدم في المباحثات الآن؟ طبعا بداية بالتحية لكم، تحية للضيوف، تحية للمشاهدين. لا شك أنه كثر في لبنان يعولون على زيارة هوكستين وإمكانية تحقيق فرق في هذه المفاوضات، وجزء من هذا الفريق الذي يعول على هذا الفرق يحاول بث نوع من التفاؤل المبالغ فيه، وهذا التفاؤل هو له أهداف لعدم إبداء أو إعلان نظرة تشاؤمية تضع الجانب اللبناني وكأنه هو المعرقل لهذه المفاوضات. هناك مرونة من الجانب اللبناني وتنسيق وتوافق ما بين حزب الله وما بين رئيس الحكومة اللبناني وأيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري. طبعا يعني في خلاف على بعض النقاط، لأنه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس هيدي جملة يمكن أن تفسر باتجاهات عديدة، ويمكن أن تكون حمالة أوجه. هل مثلا حين تشعر دولة الاحتلال بالتهديد يمكن أو يحق لها الذهاب باتجاه فتح مواجهة مع لبنان أو قصف أهداف داخل لبنان؟ طبعا هذا يتناقض مع حق لبنان السيادي، وهذا ما يرفضه لبنان جملة وتفصيلا. ولكن يبدو أن هناك نافذة أستاذ علي تتعلق بقبول فكرة اللجنة أن تكون فرنسا، وأخيرا يعني يبدو أن لبنان يريد يعني يوافق حتى على الوجود البريطاني. هل ترى بأنها ممكن أن تشكل صمام أمان لكلا الطرفين؟ صحيح، هيدي النقطة الثانية المختلف عليها والتي يعمل على تدوير الزوايا فيها. هناك مرونة من الجانب اللبناني بإدخال الفرنسيين ضمن لجنة 1701، لأنه 1701 يتضمن لجنة لمراقبة الحدود. يعني الجانب اللبناني وافق مبدئيا على أن تكون فرنسا جزء من هذه اللجنة، لأنه فرنسا موقفها بلبنان متوازن نوعا ما، هي أقل حدة من الموقف الأمريكي وأقل حدة من الموقف الألماني وأقل حدة من الموقف البريطاني. فرنسا في لبنان تمتلك علاقات مع مختلف أطياف الطيف السياسي حتى مع حزب الله، وهذا له أسباب تاريخية تتعلق بشعور فرنسا بنوع من المسؤولية التاريخية على لبنان. وبطبيعة الحال هناك تحفظ أيضا من الجانب اللبناني على وجود ألمانيا كطرف، لأن ألمانيا اليوم هي جزء من هذه المواجهة، وهي جزء أن بريطانيا الآن هي الأقرب. يعني يبدو أن بريطانيا ستكون الأقرب مع فرنسا. صحيح، يعني هناك موافقة على الجانب الفرنسي لكن هناك تحفظ على الجانب البريطاني والألماني، لكن هناك مطالبة من الجانب اللبناني لأن يكون أيضا هناك نوع من التوازن، وهناك مطالبة وقبول مبدئيا لأن تكون مصر كجزء من هذه اللجنة، وهذا موافق عليه من قبل حزب الله ومن قبل رئيس مجلس النواب اللبناني ومن قبل رئيس الحكومة اللبنانية، وهذا من ضمن الاقتراحات لكي تكون اللجنة متوازنة نوعا ما ما بين أطرافها. لكن من جهة أخرى نحن كنا من شوية عم نحكي أن هناك طرف يبدي نوع من التفاؤل المبالغ فيه في لبنان حول هذه المفاوضات، وإن كانت حجة هذا الطرف لا شك هي مقبولة نوعا ما، لكن هناك طرف آخر لا يعول على هذه المفاوضات، يعول على الميدان، لأنه هذا الطرف بيعتبر أنه هذا المشهد أو هذه المشهدية اللي عم نعيشها اليوم من خلال هذه المفاوضات شفناها بقطاع غزة خلال 14 شهرا الماضية. هناك محاولة من الولايات المتحدة لشراء الوقت لدولة احتلال لتحقيق بعض الإنجازات، وبالتالي هي تعيد التكتيكات التفاوضية التي استخدمت في غزة وتستنسخها حرفيا في لبنان.